أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الشرطي، ونبدأها بهذا التقرير. حيث شكل المختبر الجنائي منذ أعوام مديدة مرجعا مهما وأساسيا للعمل الجنائي الفني لما يتميز به من تخصصات وأنظمة عمل وممارسات وكفاءات بشرية عالية. ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على المكرمة السخية التي جاد بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه، والمتمثلة في افتتاح المختبر الجنائي الجديد بضاحية مغيدر، والذي ساهم في تلبية احتياجات العاملين بالقيادة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. دشن سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح اليوم الثلاثاء مبنى المختبر الجنائي الجديد بمنطقة ضاحية مغيدر، والذي يعد إحدى المكرمات السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تسهم في تلبية احتياجات العاملين بالقيادة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تم تدشين هذا المبنى الجديد للمختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة. وهذا المبنى يضم عدد من الوحدات التنظيمية المعنية بفحص الأدلة الجنائية المختلفة في الحوادث والقضايا والبلاغات المختلفة، متمثلة في التحاليل الكيميائية والسموم والمخدرات، وكذلك التحاليل البيولوجية والبصمة الوراثية، وتحاليل التزييف وفحوصات التزييف والتزوير، وفحوصات الأسلحة وآثار الآلات، وفحوصات الأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى الوحدات المساندة الأخرى من ورش لفحص الآليات والمركبات، وكذا وحدة للطب الشرعي ملحقة معنا لشركان الاستراتيجيين من وزارة العدل. وهذه الوحدات جميعا منوط بها التعامل مع الآثار المادية في مسرح الجريمة لتقديم التقارير الفنية المتخصصة للجهات المختصة سواء كانت في المحاكم أو النيابات. أنا فني أدلة جنائية في فرع التحاليل الكيميائية وحدة السموم. نستلم هنا عينات بيولوجية من جهات مختلفة من الشرطة أو حتى من الطب الشرعي، ونحل العينات هاي ونشوف إذا العينات هاي فيها أي مخدرات أو مواد سامة، مواد كحولية أو مواد متطايرة. إحنا وحدة المضبوطات نستقبل أنواع مختلفة من المضبوطات، أي شيء له علاقة بالجريمة لكن يكون خارج جسم الإنسان، مثل عندك المواد المخدرة، أدوات التعاطي، المواد المتفجرة والغازات السامة. نستقبل عدة أنواع من المضبوطات، أي شيء له علاقة بالجريمة خارج جسم الإنسان، عندك المواد المتفجرة، الغازات السامة، أدوات التعاطي. حضر الافتتاح سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وعدد من مديري العموم والإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع بالقيادة. استمع خلالها إلى شرح مفصل عن آليات ومنظومة العمل في المختبر الجنائي، مرورا بأفرعه المختلفة والتي تضمنت فرع التحاليل البيولوجية، فرع التحاليل الكيميائية، فرع فحص الآثار المادية، وفرع الاستراتيجية والتميز، ووحدة الطب الشرعي. طبعا لا أخفى عليكم أن المواد المخدرة تنقسم إلى مواد مخدرة طبيعية موجودة بالطبيعة، ومواد مصنعة تكون يتم تصنيعها عن طريق مختبرات طبعا كيميائية تقوم بها الجريمة المنظمة. وبالتالي هذا النوع من المخدرات اللي هو السبايس هو من المخدرات المصنعة، القنبيات المصنعة، أي التي لا تتواجد بالطبيعة، ولكن هو عبارة عن خليط من مواد كيميائية لها تراكيب معينة، وذلك من أجل التحايل على القانون والهروب منها. مثل ما يعرف الجميع أنه لا تكون هناك تجريم لمواد مخدرة غير مدرجة في القوانين والجداول الاتحادية. وبالتالي عمدت القيادة العامة شرطة الشارقة لاكتشاف هذا النوع من المخدرات، ورفع توصية للجهات المعنية لإدراج هذه المواد من ضمن المواد المخدرة والتي تم إدراجها في القانون الاتحادي بشأن السموم والمخدرات. أنا جزء من عيلة كبيرة في المختبر الجنائي، وحدة الطب الشرعي تعني بالوفيات الجنائية، جزء منها الحالات اللي يعاينها الطبيب الشرعي بمساعدة الطبيب الشرعي مباشرة، تحديد أسباب الوفاة، المتوفي كل شيء له دليل إلا المتوفي ما يتكلم، فإحنا نتكلم نشوف الأدلة ونطلع الدليل اللي هو ما قدر يتكلم فيه،
فرحة هاي، يعني احنا كنا نترياها من سنين. فالحمد لله تيسرت الامور وفي خلاص في وجه انتقال للمختبر الجديد. طبعا المختبر الجديد بيتم له ذكرى يعني كبيرة، هني اساسنا احنا اصلا، وما ننكر الاساس. يعني واجهنا صعوبات كبيرة جدا بحكم المكان وحجمه، بس الحمد لله تيسرت. مثل ما قلت لك احنا في عيلة، العيلة شو ما كانت وين ما تحطها في اي بيئة راح تتساعد. فالحمد لله بحكم قيادتنا وهذا كله طلعنا الحمد لله وتيسرت امورنا وانتقلنا الحين الحمد لله للمختبر الجديد. وثمن اللواء الشمسي مكرمة سموها التي تدعم العاملين بالقيادة وتقدم لهم الدعم المناسب للارتقاء بمستوى العمل الأمني والشرطي، بما يحقق رؤية وزارة الداخلية أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. لافتا إلى أن المختبر الجنائي يشكل منذ أعوام مديدة مرجعا مهما وأساسيا للعمل الجنائي الفني. طبعا الكادر الوظيفي المختبر الجنائي يتمتع بخبرات كثيرة، من سواء كان من العنصر المواطن ذو كفاءات عالية وكذلك من إخواننا المقيمين على هذه الأرض الطيبة. هذه الكفاءات تتمتع بمهارات عالية للتعامل مع كافة أنواع الأدلة والآثار المادية المتواجدة بمسرح الجريمة. فرع التحاليل البيولوجية ينقسم إلى وحدتين، وحدة الفحص التحاليل البيولوجي وفرع الديني وهي وحدة البصمة الوراثية. في القسم الفرع يختص بأنه يقوم بفحص الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة ويقوم عليها تحاليل بيولوجية وسيريولوجية لإظهار الحمض النووي الوراثي في تلك العينات ومقارنتها بعينات مرجعية من أشخاص مشتبه بهم لحل هذه الجريمة. يمتاز القسم بحصول على شهادات من أماكن خارجية، شهادات اعتمادات دولية، ويضم القسم نخبة من الموظفين الحاصلين على شهادات الماجستير وشهادات البكالوريوس من تخصصات مختلفة. وتم أيضا في الفرع قيام ببحثين نشر أحدهما في مجلة علمية عالمية في عام 2019 من قبل الملازم دينا. والقسم يتم مواكبة المعلومات الموجودة في القسم من خلال تنسيب الموظفين لدورات خارجية ومؤتمرات عالمية سنويا، من ضمنها مؤتمرات في براغ، مؤتمرات في روما، مؤتمرات خارجية وداخلية. لما يتميز به من تخصصات وأنظمة عمل وممارسات وكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على فك شفرة العديد من القضايا الجنائية والجرائم المعقدة، وأن شرطة الشارقة تسعى دائما إلى المضي قدما في مواكبة كافة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة بأحدث التقنيات والأجهزة وبما يضمن الجاهزية والاستعداد لكافة الظروف. وأفاد العقيد مهندس المازمي أن المبنى الجديد يضم في ثناياه أفضل التقنيات العالمية والحديثة المتوافقة مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة وتوافر الكوادر الفنية المتخصصة مدعومة بأحدث التكنولوجيا والأجهزة والمعدات والأنظمة ذات العلاقة للتعامل مع كافة أنواع الأدلة الجنائية وفحوصاتها. طبعاً بالنسبة حق انتقالنا للمبنى الجديد، مثل ما تشوف هنا عندنا المساحة واسعة، أجهزة أكثر عشان نكشف عن هاي المواد. وطبعاً الشكر موصول حق القيادة والشيخ سلطان والقيادة العامة لشرطة الشارجة أنهم قدموا لنا كل الدعم سواء المادي أو المعنوي أن إحنا وصلنا للمستوى هذا. إن شاء الله هذا جزء بسيط بس عشان نرد لهم الجميل. طبعاً أولاً أبغي أشكر والدنا الشيخ سلطان القاسمي على هذه المكرمة. وايد فرق ويانا المكان من حيث المساحة والأجهزة الجديدة المتطورة، وإن شاء الله نقدر نطور من هالمكان ونطور من كفاءتنا وأنفسنا حتى نرد لهم الجميل. طبعاً ولي الأمر الشيخ سلطان يزاه الله ألف خير أن الاعتماد الأول وصل من عنده، يعني لولا من بعد الله لولا إحنا ما كنا بنوصل لي أو بنتحول للمختبر الجديد هذا. قادتنا اللي هو سيف الزري، العميد السركال، العقيد عادل، العقيد ناجي، وبدون يعني عشان ما أنسى حد فيهم، يعني هاي اللي شخصيا كنت في التواصل مباشر معاهم إنه يلا نحرك على المختبر الجديد، يلا ننتقل، يلا الحمد لله حصلنا الموافقة، يلا 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 نتحرك، يعني كنا فيها يوميا يلا حرك أنت خلاص حصلت الموافقة انتقل.
فيعني الحمد لله تيسرت الأمور في مدة زمنية بسيطة، فيعني هذا شيء مفرح. للمخدرات تأثيرات سلبية على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، حيث تعد المخدرات من أخطر الآفات المنتشرة في وقتنا الحاضر، لا سيما بين الشباب والنشأ، مما يشكل خطراً وخيماً يتطلب تضافر الجهود لمحاربتها. تعي القيادة العامة لشرطة الشارقة خطورة المخدرات والأضرار التي يسببها، فمع تعدد وسائل التهريب والترويج للمخدرات لم تأل القيادة العامة لشرطة الشارقة جهدا بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في بذل الغالي والنفيس من أجل محاربة تلك الآفة. ومن هذا المنطلق عملت شرطة الشارقة على الأخذ بالإجراءات الاستباقية والوقائية في مكافحة المخدرات من خلال تبني مشروع ابتكاري لقسم المختبر الجنائي أطلق عليه بصمة مخدر. في البداية بالنسبة لبصمة المخدر، لله الحمد أطلقناها كقيادة عامة شرطة الشارقة بقسم المختبر الجنائي مبادرة تسمى ببصمة المخدر، وهي من المبادرات الحقيقة تختلف عن المبادرات الأخرى بكونها أنها مبادرة بحثية تقوم على كثير من الأمور البحثية، تختص في البحث عن المصادر أو تحديد مصادر بعض المخدرات التي انتشرت في المجتمع بشكل ملحوظ. المبادرة هذه راح تكون على مدى تقريبا 3 سنوات إن شاء الله يتم خلالها الكثير من الأعمال البحثية والتحاليل الخاصة بتلك الأنواع من المخدرات. المعروف في جميع المختبرات الجنائية أنها تقوم بفحص العينات وإصدار التقارير الفنية. مشروع بصمة المخدر أخذ خطوة استباقية في تحليل المواد المخدرة بشكل أعمق، من حيث فحصها كمياً ونوعياً لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة نقدر نعرف من خلالها أنواع المخدرات، المواد المضافة لهذه المخدرات، أماكن تصنيعها، المواد العضوية الموجودة مثلاً في التربة وغيرها. حاز مشروع بصمة مخدر على الملكية الفكرية للعام 2021، حيث سيسهم في التقليل من عمليات التهريب وتضييق الخناق على المروجين والمتعاطين من خلال السبق والريادة في مجال مكافحة عمليات التهريب والترويج بأسلوب علمي متخصص من خلال معرفة مصدر تهريب المواد المخدرة. من المخرجات اللي نأمل إن شاء الله بإذن الله أنها تكون نتيجة هذه المبادرة، أول شيء تكون القيادة العامة شرطة الشارقة كريادة في هذا المجال، كونها أول من قام بهذه المبادرات البحثية المتعلقة بتلك المبادرة. مثل ما قلت لكم هي تختص بتحديد منشأ تلك المخدرات وأي نوعها. قد يكون عندي أنا نوع من الهيروين، أقول عنه الهيروين، لكن الهيروين وين جاني أنا؟ لازم أحدد البلاد اللي كانت الهيروين منتشر في كذا دولة، لكن أنا بالطريقة المبادرة أستطيع أن أحدد البلد التي جاءتني من هذه المخدرات. مشروع بصمة المخدر التي تقوم به المختبر الجنائي في شرطة الشارقة مشروع متكامل، لأنه بتم دراسة 3 أنواع من المواد المخدرة اللي هي أكثر تداولاً عالمياً، الميثامفيتامين والهيروين والحشيش. الشيء المتميز بهذا العمل هو تحليل مخدر الحشيش، حيث أنه تورد كميات كبيرة وكميات مختلفة من مخدر الحشيش من جهات مختلفة من مصادر مختلفة، وده قد يمثل أول دراسة متنوعة المصادر عالميا، ونتوقع أنه يضيف إضافة كبيرة جدا للجهات المختصة بإنفاذ القانون محليا وإقليميا ودوليا. كل ما تحقق من إنجاز في تتبع العمليات التحويلية في مجال المواد المخدرة يأتي كثمرة للجهود البحثية الدقيقة التي بذلت من قبل الخبراء والفنيين بقسم المختبر الجنائي، مستفيدين في ذلك من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم. من أيضا من نتائج تلك المبادرات أن نهيئ عندنا الكوادر المواطنة الناشئة الجيل الثاني
أنها تقوم بعملية البحوث ويكون لها دراية بعملية وتطوير أساليب البحثية في قسم المختبر الجنائي، بحيث القسم المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة شرطة الشرق لا يكون فقط بعملية تحاليل روتينية، لا، احنا نطمح أن نكون جهة بحثية أيضا تساهم في المجتمع وتساهم في جزئية الأمن في المجتمع ورفع شعور الأمان بكونك مختبر جنائي. نحن كفريق بصمة المخدر نعمل على فحص العينات المخدرة بشكل أعمق وبأساليب متطورة حديثة، من حيث نفحصها كميا ونوعيا لمعرفة الشوائب المضافة لهذه المواد ومعرفة أماكن تصديرها وأيضا أماكن زراعة هذه المواد إذا كانت طبيعية. طبعا هذه القاعدة بتكون متكاملة، بعد ما نتم هذه القاعدة نعممها على الجهات المعنية والجهات الأمنية لأخذ الإجراءات الاستباقية والحد من الجريمة. الشكر موصول للقيادة العامة لشرطة الشارقة على دعمها المستمر لتأهيل الكوادر الفنية الوطنية وتأهيل الصف الثاني من الخبراء الفنيين في قسم المختبر الجنائي. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أن نلقاكم في الأسبوع المقبل بمواضيع مختلفة ومتجددة. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.